بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. طبعا خلصنا من كابتن كمال عبد السلام الحديث الشيق، ونفس ما وعدكم إن شاء الله كل يوم راح تكون معي شخصية بإذن الله، وأنا ما أحب أكشف أوراقي ولا أقول لكم من الشخصيات القادمة إن شاء الله، ولكن الشخصيات اللي أنتم تطلبونها وأفضل من اللي تطلبونها كذلك. حبيت أنوه نقطة في البث قبل شوي، الجزء الأول شوي صار فيه مشكلة طبعا بسبب الناس اللي قاعد تحاول تضرب البث، بس ما راح تقدرون تحاولون تضربونه لأن الحمد لله محصن تمام من رب العالمين أول شيء، وفي أساليب ثانية ولكن موجودة عندي طبعا أنا مسيبها، فالحقوق يعني محفوظة مثل ما يقولون، لا تخافون يعني يا جماعة. الحلقة اللي هي الجزء الأول راح أنزلها لكم إن شاء الله باكر، راح تنزل بإذن الله. بالنسبة حق الناس اللي تحاول تطق البث خلاص لا تحاولون نهائيا، ما راح تقدرون، لا تعورون راسكم نهائيا، فبالعكس الحمد لله رب العالمين معاي ان شاء الله والامور طيبة ان شاء الله. حين عندنا مقابلة مع البطل المحترف الكويتي الكابتن ناصر السيد، يشرفنا ان واحد يكون بطل عندنا يرفع اسم الكويت وبطل خلوق، وإن شاء الله بس يدخل معانا إن شاء الله راح نستضيفه في البث إن شاء الله، وإن شاء الله بتطلع حلقة حلوة وجميلة، ونشوف تاريخ هذا البطل والسي في ماله البطل المحترم. ما أدري إذا ناصر موجود، إذا موجود السيد إن شاء الله راح أدخله وياكم مرة ثانية. كابتن ناصر وصل. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يعطيك العافية كابتن. يا هلا فيك حبيبي، مساك بارك. من شافك؟ رب الله طاعتكم وكل عام وانت بخير. حبيبي يعطيك العافية وانت بخير. الله يعافيك، شلونك؟ شلون التمرين وياك؟ الحمد لله، الحمد لله ماشي الحال. هالايام ما شاء الله اشوفك بالحديقة قاعد تتمرن، وهذا اجتهاد. والله شو نسوي بعد، خلاص حكرنا، قلت شو هو؟ كفو والله كفو، هذا البطل مجتهد، الله يوفقك تستاهل. أيوة والله تستاهل، انت مجتهد ما شاء الله، متابعك يا حبيبي، وان شاء الله لك مستقبل باهر في هذه اللعبه. احنا نبي كويتيين الصراحه، ربعنا الكويتيين يطلعون، خاصه بودي بيلدينغ في تقصير، ما قاعد نشوف ما في بودي بيلدينغ العموم في الدنيا. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شلون صحتك؟ تمام الحمد لله، الف الحمد لله ما شاء الله. حبيبي ناصر، ابي اعرف متى بدايات ناصر، انت متى بلشت تلعب حديد، في اي سنه، شلون الفكره جت على راسك بالك يعني انك انت تلعب حديد؟ شوف طبعا انا من زمان العب رياضه، من وانا صغير، يمكن ما عندك علم، ما ادري انت كنت تلعب دولتشي قبل، صاحب نادي كره. أيوة. انا كنت دولتشي ترى بالسالميه لين عمري 18 سنه، من عمر 9 سنين دبشت للفريق الاول. بعد لعبت حديد من عمر 18 سنه 2008. يعني زين، الحراس اغلب شيء يتوجهون كمال اجسام. اي والله انا طولي وقف بالملعب، انت هم وحش، انت الوحش مال كره قدم الجولتشي دائما يحب الانف، فعشان كذا توجهت حق كمال اجسام. اي والله. في اي سنه ناصر لعبت حديد؟ اي سنه؟ 2008 كان عمري 18 بالضبط، للحين اذكر شهر 2 2008 نادي راس السالمية كان وقتها. عن طريق منو قالك تعال العب حديد او شيء، ولا انت شنو الهدف مالك انك رحت النادي؟ والله ترى ما كان في شيء، بس انا كنت احب الهيلث لايف ستايل، يعني كنت احب الجسم المرتب، كنت احب يكون عندي مثلا سكس باك والامور هذه كبدايه. يعني حتى اتذكر رحت النادي دشيت شفت مدرب فلبيني، كان اقول له انا ابي بيتش بادي،
شنو بيتش بادي ما شنو، بس ابي جسم حق بحر، ابي جسم مرتب، ابي جسم رياضي. فدشيت النادي شوي شوي انشديت له يعني، تعمقت بالرياضه، طولت على ما دشيت مجال البطولات. يمكن بعد 7 سنين من استمراريتي باللعبه فكرت اشارك، او فكرت اني ادش مجال البطولات. بعد يعني لعبت حديد 8 سنين، بعدين فكرت انك تجهز حق بطوله 2008 ل 2012. طبعا كله كنت بروحي براس السالميه، اول شيء كنت اتمرن، كنت اسال اتعلم اشوف اقرا، من النوع اللي احب اقرا، احب اشوف تمارين، احب كنت اقلد اللاعبين اللي كانوا مثلا قدام الابطال، كنت اشوفهم كنت اقلدهم انا بالامور هذه. شوي شوي تعلمت 2012 ل 2015 تمرنت هم بلاتينيوم كيفان، كان مقابل دوامي، كنت اداوم شركه زين اتصالات. فجاه يا براسي اني ليش ما ادش بطولات، انا قاعد اتعب، قاعد اعطي اللعبه مثل ما تعرف كيف اللعبه تاخذ وايد من وقتك، يعني تدش بحياتك كلها، من نوم، من وقت تمرين، من التزام، من وقت وجبات. فكنت قاعد اعطي، قلت ابي وقت، لازم انا اخذ من اللعبه، لازم انا يكون في مقابل، لا اعطي بدون مقابل. يعني العمر قاعد يمشي وانت حاب الشيء، قاعد تعمق، والحمد لله كان في يعني كان في ناس يقولون انت ممكن يطلع منك، سواء مدربين او اشخاص لهم خبره بالمجال يعني. فهني فكرت ابلش، وتواصلت مع ابو حيدر احمد اشكران الله يذكره بالخير. ما كنت اعرف دايركت شلونك، ما شلونك كابتن، انا بتدرب عندك. والكلام كنت اول مره اروح عند مدرب، يعني انه برايفت او ان هذا الشغل ما كان عندي اي علم فيها. وتواصلت معاه، من هني بلشت، رحت عنده، وكانت بدايتي ب 2015 شهر 6 بلشت مع احمد الشكناني. من من شهر من 2015 بلشت يا الكابتن احمد. بلشت يا الكابتن احمد خلال 4 أو 5 شهور شاركت باول بطوله لي وقتها 2015. انت قبل كان وياك مدرب مثلا، ولا كنت كله بروحك؟ لا بروحي، كلها بروحك. اي يعني كانت الفترة هذه كلها بروحي. وطبعا كنت وايد، كنت ابي احتاج شخص يوجهني اكثر ما هو يدربني، كنت احتاج شخص يوجهني يخليني اتجنب الاغلاط اللي ممكن كنت قاعد اغلطها بروحي. شغلات بسيطة وايد تفرق بالمجال هذا، انت عارف كيف تفرق. زين انت ما شاء الله اشوفك قدوة كابتن احمد اشكناني، هل انت لانك تحب احمد اشكناني رحت حق كابتن احمد، ولا شيء خلاك انك تختار احمد اشكناني كمدرب يعني لك؟ يعني كنت احب شخصيته واحب الكاريزما مالته. ايه يعني امانه كذي بالضبط، انا اول اختيار حقي كان هو. هو قال لك اجهزك، ولا انت قلت له كابتن جهزني حق بطوله؟ انا رحت له، قلت له، قعدت معاه، قلت له بكم يعني، انا كابتن تعال شوفني، طبعا اول شيء عارف شوفني كابتن ايش رايك، انا ببالي ادش بطوله خلال سنه، يعني ابي اتدرب معاك، ابي اتعلم، ابي اتثقف يعني. وانا بس لما حتى لما اكون عندك انت كمدرب، انا عندي شغله، لما اروح مدرب مو بس محتاج تمرين، مو بس محتاج تغذيه، محتاج اتثقف يعني. عادي ادش عليك اي وقت اسالك كابتن، انا ابي اعرف معلومه، او اقعد معاك اشوفك تشوف لاعبين قاعد تسوي جداول، ابي اسالك، احب يعني احب اتثقف من المدرب يعني، كونه شخص اخبر مني بالمجال هذا، فكنت احب اتثقف منهم. زين كابتن، اول بطوله وين شاركت فيها؟ اي بطوله شاركت؟ اول بطوله كانت العالم، اصعب بطوله واقوى بطوله سوات كانت. يعني انت طالع على طول للعالم. اي والله، انا رحت شهر 6، كان اتفاقي مع احمد شكراني انه خلال سنه نجهز. بعد 3 اشهر اتذكر شهر 9 سووا تجارب حق المنتخب، اختيار لاعبين المنتخب. بالعدينيه كان باكسجين، سووا تجارب اختيار لاعبين، فاحمد قال لي ليش ما تدش؟ احمد ما اعرف بطوله عالم، دخلني على طول شوي شوي درج حق الموضوع. قال لي لا تقدر وهالكلام، وشجعني ما دشيت تجارب، اختاروني، كان بعد معي بوزني اتذكر بطل محمد الحواج بطل اسيا، كان معاي حمد شطي كان مشارك معانا. هذا 2015 صح؟ 2015 وين صارت هذه كابتن؟ اسبانيا كانت، العالم كله باسبانيا، كانت مقر الاتحاد باسبانيا كانوا يسوونها، اليكانتي، منطقه اليكانتي. اها اها، وشنو سويت بالبطوله هذه؟ اول بطوله، شوف الحمد لله، اول بطوله كنت وزن 80، طبعا كان معي هادي تشوبان، خليل اسدي، سجاد لوكنام، كان عصابي تخرع. بطوله قويه، بطوله عالم، ما فيها كلام، بطوله عالم. كنت واقف على الستيج انا مصعوب، قاعد اطالع اقول انا ليش كنت ازرق اول بطوله، اكل توست، اخربط. طالعتهم، كان طموح اني اتاهل توب 15، والحمد لله دشيت بالتوب 15 بالتصفيه الاولى، ما صفوني، دشيت بالتوب 15، بعدها ما دشيت بالتوب 5 او توب 6 اتذكر كان موجوده. انا طلعت من البطوله وايد مستانس، وايد مرتاح، كاني كنت ماخذ اول بهالبطوله، يعني راضي كاول بطوله بالعالم يمي ابطال هذيل، وكنت مستوى الحمد لله كان كونديشن وايد زين على المسرح كبدايه. طبعا
فهذه كانت اول بطوله لي، كانت بطوله العالم. ممتاز. هذه كابتن ناصر ممكن هذه الدفعه اللي خلتك انك رحت بطوله العالم وشاركت بطوله قويه، حتى مو ضروري المركز، بس هذه دفعه لك حتى علشان انت تشوف المستويات وانت توصل حق هذا الليمت. صح، المشاركه كانت كافيه بالنسبه لي، انا من قبل لا اسافر كنت ابي مشاركه كبدايه. اكيد اكيد. زين، وبعد ما خلصت بطوله العالم وين فكرت تجهز؟ وين رحت بعدين؟ اول ما خلصت بطوله العالم اتذكر كابتن طارق سويت عمليه الجاينو، كان عندي الجاينو، سويت عمليه ريحت شهرين تقريبا، كنت بكمل يعني، انا خذاني الحماس شويه، رديت، كان في مستر اولمبيا بروسيا، كان في كم بطوله وراها، قالوا لي لا ريح انت فيك الجاينو. هذه كانت توها داشه بالتقييم، قبل ما اتوقع كانت تدش بالتقييم من 2014 وقبل ما كانت تاثر، قالوا الحين انت اوت جاينو، اوت على طول البطولات المستقبليه، انت ما في مالك مركز. فاضطريت اني اخذ راحه فتره، وما طولت والله، خلال 6 اشهر تقريبا دشيت بطوله مستر اولمبيا الكويت، كانت 2016 شهر 4 اتذكر، هني البطوله ثاني بطوله لعبتها، خذيت السابع، كانت شهر 4 2016 اللي خذيت نفس الوزن 80 كيلو ولا زاد وزنك؟ 80، اول بطولتين كلها كنت 80 كيلو قاعد العب، لان هذا الوزن انا كنت اتمكن فيه، يعني ما كنت اقدر ازيد، لان الكيلو كان يفرق 85، كان كنت اشوفهم دبل حجمي يعني. انا كون انا مبتدئ عضلتي للحين يعني مو ماخذه، يعني ما في استمراريه في البطولات، انت عارف هذا الشغله، البطولات بلا استمراريه العضله تاخذ. اي نعم نعم. لعبت الكويت بعد البطوله هذه، ما اسمع، بعد بطوله اولمبيا اللي بالكويت، اولمبيا اللي بالكويت خذيت السادس ولا السابع فيها؟ السابع خذيت. السابع، بعدين وين رحت؟ شنو لعبت عقبها؟ بعدها بشهرين هم 2016 كان في فجيره، بطوله الفجيره، كان وزن 85، ما في وزن 80، هني كانت بدايتي كنت برفع وزني. لعبت بطوله الفجيره وزن 85، هني الحمد لله تاهلت الفاينل. هني لعبت الفاينل وخذيت خامس. ممتاز. ممتاز. أي. طبعا بطولة فجيرة من البطولات القوية ناصر، مو بطولة وايد سهلة. وايد قوية كانت، كان بتذكر معي بوزني كان البطل سمير ترودي اللي صار محترف، وعامر مجيد، يعني اللي فازوا عليه أربعتهم كلهم صاروا محترفين الحين. ما شاء الله. كانت بطولة وايد قوية وتنظيم، ومن كل نواحي كانت ناجحة البطولة. زين، يوم أنت مثلا خذيت ناصر، يوم أول بطولة طلعت أوت مثلا، وبطولة الثانية السابع، وبطولة الثالثة، ما حاشك إحباط ولا بالعكس يعني أنت يعني هذا كله يعطيك دافع انك تكمل؟ بالعكس، كبدايه انا شوف كابتن طارق، ما في شيء يعني، كنت اشوف اللي قاعد يفوزون عليه كلهم كانوا افضل مني، كان عندي طموح ان انا ودي العب مع نفس اللاعب وافوز عليه البطوله اللي بعدها، كنت اطلع راضي. لا بالعكس، امانه كنت اطلع راضي، ما كنت احس بظلم، ما كنت احس في شيء، دام انا قاعد افوز على نفسي، قاعد اتطور، انا قاعد اشوف نفسي مستواي عن بطوله عن بطوله قاعد اتطور، هذا كان نجاحي كبدايه، يعني اول بطولتين ثلاث بطولات انا كنت اطلع راضي، لان ادري اللي فازوا علي اقدم مني، افضل مني، مو بس اقدميه، يعني كنت انا ادري ان اشوفهم افضل مني، وكنت اتعلم منهم، يعني كنت بالمسرح اشوفهم لما يعرضون، كنت احاول انا استفيد كل تفاصيل موجود، حتى الباك ستيج كنت اقعد وياهم واتعلم منهم. فما بالعكس، كنت اطلع كل بطوله فيني حماس وشاد هيلي وابي، وكل بطوله تتعلم منها ناصر، كل بطوله تتعلم منها شيء اكيد، يعني كل بطوله تعطيك خبره زياده وتتعلم من اخطائك. صح، هذا شيء طبيعي. زين، عقب بطوله الفجيره وين رحت؟ عقب بطولة الفجيرة ريحت تقريبا 5 شهور ورحت ليفربول، دايموند كاب، بطولة ليفربول. هني الحمد لله من هني بلشت، يعني خلاص كان في، الحمد لله كان في مراكز، كان في انجازات، بطولة ليفربول خذيت المركز الثاني هني الحمد لله. كانت وايد نفس الوزن، بنفس الوزن ولا زدت؟ 85، يعني من الفجيرة رفعت وزني الى 85، 85 كيلو. اتذكر كان معي بطل عادل تميمي، كان معي بطل صالح تركماني، اتذكر كان شباب مشاركين معنا، بس بوزني كان معي بعدول، عدل تميمي كان معي، وعاد من اللاعبين اللي وايد احترمهم وانا وايد اتعلم منهم، لاعبين مقدم اتعلم منهم. ونعم فيه، ونعم فيه بعدول، نعم اي نعم. فهني الحمد لله خذيت المركز الثاني. حلو. طبعا شني ماخذ اول، غلبت عادل؟ اهم شيء غلبت عادل ولا ما غلبته؟ بس علي غلبته بسهوله. اخاف زعل منك ولا عادي؟ لا لا، كنا معاه، انا معاه بغرفه واحده، مسافرين مع بعض بغرفه واحده، مسوي اكل حق بعض كنا. اي لا، ونعم في هذه الروح الرياضيه، هذه الروح الرياضيه يا ناصر، هذا يعني انا اتمنى على طول تكون كذي انت والشباب يعني واللاعبين، خاصه اللاعبين يعني الناشئين، او ما ابي اقول ناشئين، الشباب الصغار اللي الحين قاعد يطلعون، الروح الرياضيه والحب بينهم، وهذا سبب النجاح.
احنا للاسف يمكن اخر سنين قمنا نشوف شوي مشاكل وايده، وهذا الشيء اللي نزل من اكبر غلط مال اللعبه. اكبر غلط هذا، اكبر غلط بالعكس. نعم. ترى صدق صارت يعني، لما شافونا في شباب من ربعنا، كانوا يقولون شلون مسافرين يا باغي انتم بوزن واحد وانتم زين، شنو يعني ترى بالمسرح هذا؟ هذا سبب المشاكل، شفت هذيل ناصر؟ هذيل سبب المشاكل، هذيل يخربون بينكم. حطوا بالكم لا يقصون عليكم، خليكم على قلب واحد. اي لا خليكم لا مع مدربينكم وسمعوا كلام المدرب وامشوا صكوا اذانيكم علشان انتم تتطورون وتوصلون للافضل ان شاء الله. زين بعد بطوله، بعد البطوله هذه اللي خليت فيها الثاني وين رحت؟ بعدها رديت شاركت بطوله العالم بوزن 85 2016 هني. الحمد لله شوف كانت تطارق بدوره السنه، لعبت بوزن اعلى من وزني. كنت البطوله اللي قبلها 13 بالسكور شيت بالترتيب كنت 13. دوره السنه بوزن اعلى من وزني الحمد لله خليت المركز الثالث على العالم، وهذه كانت اقوى بطوله هوات. اي فالحمد لله. وين كانت هذه ناصر؟ هم باسبانيا نفسها، بليكانتي باسبانيا تصير البطوله. فهذه اي سنه؟ 2016. تمام. بطوله العالم كانت بأليكانتي. اي الحمد لله يعني، حتى بطولة العالم كانت من قبل ليه، قبل 2015 كان في تكريم من الهيئة لأن تشارك بس المنتخب. هذه البطولة الوحيدة اللي كان فيها فحص، يصير فحص عشوائي حق اللاعبين. تشارك بس المنتخب، منتخبات نشيط وطني ينعزف حقك، وكان في تكريم من الهيئة ومن الأمير على انتخذت مركز. وتكرمت أم شيء تكرمت؟ لا هذا هني وقفوه على السنة هذه حظي وتوقف من قبل. كان في ما يخالف، ما يخالف إن شاء الله الأيام الجاية. إيه الحمد لله، الحمد لله. 2015 ما راح تروح لك إن شاء الله، تستاهل تستاهل. هو شوف ناصر، التكريم مو مهم المادة كثر إن مصافحة يعني حضرة صاحب السمو أولي العهد. هذا أحلى تكريم، الصورة هذه تظل لك بعد 20 سنة قدام أو 50 سنة تظل محتفظ فيها، هذا أهم شيء. زين بعد ما خلص بطولة العالم اللي هي باسبانيا وين رحت عقبها؟ بعدها رحت الاردن، مستر اولمبيا كان مسوينها بالاردن. بعدها بتوقع فتره قصيره اسبوعين، انا يعني كل سنه كان سيزن مالي خلال شهر شهر ونص، اديش ثلاث اربع بطولات واريح. كنت اسوي نفس طريقه اللاعبين هذه السيزن واريح افضل يعني، يكون حقي كوني جاهز. فكنت بين بطوله وبطوله ما احط فتره طويله، كنت احط لي خطه على البطولات. وانت مثل ما تعرف جدول يكون وايد في بطولات، فمن بدايه السنه كنت ارتب لي جدول. رحت مستر اولمبيا الاردن وخذيتني هم المركز الثاني كان الحمد لله، بعد البطل هيثم صادق طبعا الله يذكره بالخير العماني. نعم شارك مستر اولمبيا هيثم، خذيت المركز الثاني بعد بطل هيثم وزن 85. وكان معي بعد بطل مشعل الشملام الله يذكره بالخير. نعم بعد نعم حاشت نعم اي نعم حاشت عارف صح ووقف صار فتره. وطبعا هذه كلها بنفس السنه ناصر، ها يعني بطوله ورا بطوله بنفس السنه. ثلاث بطولات، ثاني دايموند كاب ليفربول، ثالث العالم، والثاني مستر اولمبيا الاردن، وريحت بعدها. هذه ب 2016 زين ناصر، انا خلني ب 2016 بطوله ورا بطوله، شنو كنت تحس بمستواك؟ يعني هل اول بطوله اقوى، الثانيه تتطور ولا شوي ينزل ممكن، وتشوف الثالثه تكون احسن؟ كلمني على هذه الطريقه. الحمد لله الحمد لله، بطوله عن بطوله كان في تطور مستمر، وانا كنت اتجنب غلطاتي، كنت اسمع الكلام يعني شوي شوي. كان في التزام، انا من نوع الطرف اللي ما التزم، كنت اذي احمد اشكراني بسالفه التزريق والخرابيط، اتعب ازرق، لا تعطيني زركار راح يبات مخربط، انا اروح له اقول له ترى كليت، ترى زرقت، ترى سويت. شوي شوي لا خذيتها جد يعني، شوي شوي كنت زاد الالتزام فيني، قام اتجنب الغلطات اللي كنت اغلطها قبل. فكان في تطور، شيء طبيعي، هي التزام استمراريه معناته التطور. طبعا بعد الصحه، طبعا الحمد لله الصحه تكون موجوده، التزام استمراريه هذا اللي يخليك تتطور والحمد لله. ناصر كنت مكمل دايت يعني ماشي دايت فتره طويله، ولا مثلا تخرب اسبوع وترد تسكر؟ يعني هل الدايت كان فتره طويله يعني خلال السنتين هذول؟ اي التزام كان التزامي يعني بشكل عام 70 80% كنت ملتزم بالدايت. يعني بعد البطولة إذا عندي بطولة قريبة يومين ثلاثة أيام وأرد أقضي دايت مرة ثانية كنت. زين بعد ما خلصت البطولة هذه وين رحت بعدين؟ ريحت ل 2017. ريحت كذا كم شهر ريحت؟ تقريبا قريب السنة صارت. لعبت أول بطولة شاركت، سويت يعني خذيت خطوة، رحت بطولة أرنولد كلاسيك، ما كان فيها أرنولد إسبانيا، كان فيها وزن 80 90.
فهني شاركت بوزن 90 كيلو وما تأهلت البطولة، خذيت السابع أو الثامن أتوقع، وأنا كان وزني يمكن 83 كيلو و84، فاللي لعبت معاه ما شاء الله كانوا وايد عمالقة، وكان فوق 50 لاعب بالوزن، كانت وايد زحمة البطولة. زين ناصر، ممكن هذه السنة هي شوي عطلتك إنك ريحت فيها، ولا المستوى صار أفضل، شنو تحس؟ لا ريحت، كنت محتاج الراحة، لأن 2016 صارت يعني شهر 4 بطولة، شهر 6 بطولة، شهر 10، شهر 11، شهر 12. ف 2016 تقريبا كانت استمراريتي طويلة، حسيت ان جسمي يحتاج يريح، يعني وصلت مرحلة قلت لا الحين لازم اريح، لان اذا استمريت على الوضع هذا حسيت بارهاق، يعني انا بيني وبين نفسي حسيت جسمي ما راح ياخذ زيادة، احتاج اريح. وبالعكس خيرة لك، هذه خيرة لك ترى، عشان حتى تريح نفسك لا سمح الله، يعني لا تحوشك اصابة مثلا ولا شيء، هذه هم خيرة لك انك تريح. ممتاز ممتاز. اذا بعد ما خلصت البطولة هذه وين رحت؟ رحت لبولندا، كانت بطولة دايموند كاب بانت بولندا، الحمد لله اني خليت مركز ثاني، اني رديت نزلت وزني 85، رديت لعبت على الوزن 85، يعني 90 شفت انه تو الناس عليه، لا استعيل على الوزن 90، لعبت وزن 85 خذيت المركز الثاني. وبعدها باسبوع، لا مو اسبوع، اربعة ايام تقريبا، كان في بطولة بالكويت، كويت كلاسيك 2017، اللي خذ الكرت فيها احمد الورداني وشارك مع المحترفين وخذ رابع، كان فيها 2-2. منو هذا اللي خذ الكرت؟ احمد الورداني خذ الكرت 2017. تمام. هني الكويت كان وزن 95 كيلو كابتن طارق. اها اها. بس انا كنت جاهز اوريدي، راد الكويت وجاهز، فمو وزني، بس كنت ابي اشارك، لان انا كان فيني طموح اني اوقف يم لاعبين وزن 95 اللي هم لاعبين 2-2. يعني الفئه اللي احنا فيها طموحنا بنحترف فيها، كنت اشوف نفسي ابي اصير محترف 2-2، فابي اوقف معاهم، ابي اجرب، كنت ما كنت اخاف اني ان شاء الله بتوقف، ان شاء الله قريب توقف، ان شاء الله انا متفائل لك خير والله، تستاهل، انت مجتهد، تدري ليش قلت اسمك؟ اخلاق برغم واحد اخلاقك هذه مو مجامله، امانه اتكلم صراحه، ولانك انت مجتهد وتستاهل، وبالاخر انت كويتي، يعني الانجاز تسويه هذا لي انا يعني اتشرف فيه صراحه، ولنا كلنا الحمد لله. عقب هذه البطوله شنو سويت؟ وين رحت؟ هني لعبت الكويت وزن كويت كلاسيك 2017. الحمد لله ما كنت متوقع والله، كانوا معانا يعني كانوا معي ابطال، وانا افتخر اني وقفت يمهم. عبد الله الصيرفي محترف كلاسيك ولعب مستر اوبيا، منصور الناصر محترف كلاسيك، عادل تميمي، سعود منصوري، وايد لاعبين كانوا كويتيين، الحمد لله الوحيد اللي دش بالتوب 5 من الكويتيين انا وقتها بالبطوله. فكان وزن واحد عندنا 95 ووزن مفتوح، فلعبت ال 95 وتشيت من توب 5، كان معي احمد الورداني خذ الكرت، كان جلال بعد موجود، احمد مدني، كنا احنا تقريبا ضمن الخمسه توب 5. هذه باي سنه ناصر؟ 2017 بعد مالت بولندا باسبوع. كان وزن 95 كيلو مو وزني، شاركتها لانه كان في تحدي مع نفسي. ما كان تهمتني، ولا كنت خايف اني اخسره او اني اخذ اوت او اني ارد، بالعكس ابي اتعلم ابي استفيد، لان انا الحين اعتبر نفسي مبتدئ وقتها. فابي ادش ابي اتعلم، ابي ادش مع لاعبين قوايا، دريت احمد ورداني بيلعب، دريت جلال بيلعب، دريت فلان بيلعب، كلمت احمد اشكناني قلت له ابي العب معاهم، ابي اوقف يمهم، لما اوقف اشوف صوري بعدين مقارنات مع كابتن احمد ورداني مثلا واقف مع بطل العالم 6 مرات. فلما اوقف يمه اشوف نفسي لا قاعد اتطور الحمد لله، في قابليه، انا ممكن انافسه بيوم من الايام. ابي اوقف يمه كبدايه، خلي الناس تشوفني تعرف منو انا حتى لو ما جبت مركز. والحمد لله يعني كان رد فعل الناس بشكل عام كان وايد زين، لان كون الكويت الوحيد اللي شايل من التوب 5 وكان مستوى متطور قاعد يشوفون تطور. هني ريحت بعد 2017، اي ريحت بعد البطوله. زين، هذه طبعا انت بلشت بطولات بال 2014 صح؟ 2015 يعني هذه بحدود 3 سنين ما شاء الله، يعني تاريخ حافل، يعني بصراحه 3 سنين سويت لك تقريبا اكثر من 10 بطولات انت لعبت فيها كذي. صح، والحمد لله يعني مفتاز. اول بطولتين 3 ما كان في مراكز، بعدين الحمد لله يعني ما يعني كل بطوله كنت قاعد اطلع اقراضي في ميداليه في تتويج، الحمد لله الحمد لله، وهذا اللي خلاني استمر. تستاهل. زين، بعد ما ريحت وين رحت؟ بعدين 2018، هني 2018 خلاص كنت داش بشري ابي كرت، يعني كنت حاسس انه خلاص فيني تطور، فيني ابي اسوي شيء، يعني كنت داش السنه حامي شويه، شاد حيلي، ونفس الطريقه كل سنه بعد رمضان، يعني شهر 7 8 كنت ابلش موسم بطولات مالي، كنت مخليها كذي، يعني 3 اشهر اريح على دوره سنه كنت ادش. شاركت 3 بطولات،
اللي اول واحده كانت بلندن بطوله بين ويدر 2018. الحمد لله هني خذيت الاول، اول ذهبيه هني خذيتها. خذيت المركز الاول، وكان معي بطل منير الجساس. والله ما يحضرني من كان معنا بربعنا الكويتي، بس كنا وايد مشاركين. تمام. بلندن خذيت الاول، خذيت فيها كرت ولا بعدين لعبت بطوله ثانيه؟ لا خذيت الاول وخذيت الثاني على الاوفرول. كان في كرت واحد على الاوفرول خذاه لاعب بولندي اتوقع. ممتاز. كان وزن 100. وبعدين رديت لعبت بالكويت ولا شنو سويت؟ رحت مستر اولمبيا ايطاليا. اها. كانت مستر اولمبيا ايطاليا، رحت لها هناك، هم خذيت هناك، خذيت الثاني بايطاليا. كان معي اتذكر لاعب ايطالي اللي بوزني، يعني تعادلنا بالنقاط. فشنو يصير التعادل بالنقاط؟ لان بعدين كلمت رئيس الحكام، كان قال لي انت تعادلت بالنقاط، هو قانونيا الظاهر انه اذا تعادل صار في تعادل بين اللاعبين من الحكام، رئيس الحكام يفصل يختار لاعب. فاختاروا اللاعب الايطالي، هو اخذ المركز الاول. الحمد لله ما كنت زعلان، يعني لان البطوله لو كنت ماخذ اول كان تقريبا 90% ماخذ كرت، لان كان فيها ثلاث كروت احتراف على اوفرول، يعني بس تاخذ اول بوزنك تاخذ كرت. خذيت الثاني الحمد لله ما تضايقت، يعني هم الفضه كانت زينه، بدالي فضيه زينه. اكيد اكيد نعمه نعمه من رب العالمين، تستاهل. اي تستاهل. بعد باربع ايام كان في بطوله. بعد البطوله هذه وين رحت؟ بعدها الكويت اللي خذيت فيها الكرت الاحتراف. اي هني شوف، ايطاليا البطوله كانت الاحد والكويت الخميس، يعني بينهم ثلاث ايام. شاركت بايطاليا بوزن 89 كيلو كان وزني على المسرح. تمام. الكويت 85، فلازم خلال يومين كنت انزل وزني 4 او 5 كيلو تقريبا. اها. الحمد لله نزلت وزني ليوم الاربعاء. هني طبعا تعبت، انا من المطار اتذكر والله كنت طارق من المطار من ايطاليا، وصلت الكويت جنطه السفر. تعب اكيد تعب. داش النادي بجنطه السفر والله. والله العظيم دشيت وصلت المطار. انت مكافح ناصر، انت مكافح تستاهل. قلت له ودي سجين وجهد مدربك كذلك، ما نبي نبخص جهد كابتن احمد اشكراني. يعني طبعا يعني هذا بطوله ايطاليا، بطوله ايطاليا علشان اكون واضح، هني رحت عند احمد عسكر من تجهيز بطوله ايطاليا. كون كابتن احمد اشكراني كان شوي مشغول بتجهيز حق مستر اولمبيا، وهو رشح لي كابتن احمد عسكر، كان وايد تعبان وايد مركز على مستر اولمبيا وقاعد يجهز. فكلمته قلت له ابو حيدر انا ما ب... انا استحي اني اضايقك، استحي اني ادش عليك، انا يمكن نوع الوقت الفنش او الاغلب يكون حنانين، يلا شنو اكل كابتن، يلا كليت اجز له صورتي. فحسيت ابو حيدر كان شوي مضغوط، قلت له ايش رايك؟ كان يقول لي انا اكلم لك احمد عسكر، ابيك تروح عنده وتكمل تجهيز عنده. رحت ايطاليا خذيت ثاني مع احمد عسكر، والكويت لعبت هم تجهيز فنش باللود مع احمد عسكر. الحمد لله. يعني يعني انت من 2000 نقول و15 صح ولا 14؟ 2015 لنهايه 2018. لنهايه 2018 كنت مع احمد اشكناني، وبعدين رحت ويا كابتن احمد عسكر. اي طبعا بترشيح من احمد اشكناني. اها زين. شنو 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 تشوف الفرق بين المدربين؟ يعني هل مثلا هذا عنده فكره، هذا شنو الفكر اللي يختلف بينهم؟ في فرق بينهم، يعني أمانة تشوف في فرق بسيط كان بينهم، مو كبير، بس بشكل عام تقدر تقول أغلب ربعنا كلهم مدرسة واحدة، وإحنا قاعد نتعلم وقاعد نطبق وقاعد نستفيد منهم. ما كان في فرق وايد كبير علي، بس في فرق بسيط، في فرق بسيط بكل النواحي. ما أدري يا جماعة، يا جماعة البث زين ولا قاعد يقطع؟ قولوا لي بس البث زين. ردوا علينا يا جماعة، البث زين ولا لا؟ تمام أوكي تمام زين. كلمني على على البطولة هذه اللي خليت فيها كرت الاحتراف، شنو صار؟ شنو يعني يعني أنت شعورك يوم خليت الكرت؟ شنو أنت اللي تغير معاك حسيت؟ والله شوف كابتن طارق، بطولة الكويت أمانة كانت وزنين، كان وزن 85 ووزن مفتوح وكرت واحد. قبل البطوله يعني متعارف عليه، وبالاغلب تلقى لاعب الاوفرول او لاعب الوزن الثقيل هو اللي قاعد ياخذ كرت باغلب البطولات بشكل عام يعني. وانا كنت بايطاليا كان يعني التارجت مالي ان بايطاليا ياخذ الكرت، كون اولمبيا ثلاث كروت على اوفرول ووزني اقدر اخذ فيه اول اخذ الكرت ارتاح. يوم جيت هني شوي كنت متضايق، كنت اقعد مع احمد عسكر اقول له احمد الحين، وبعد كان قلت لاحمد الحين كرت واحد
وفي وزن ثقيل وفي لاعبين قوايه كان مثل محمد فوده كان مشارك يعني ما شاء الله عليه هو لاعب وايد قوي يعني مو قاعد اقصر حق نفسي بس كنت اقول في لاعبين بوزن ثقيل ممكن افضليه انت منو كان وياك بالوزن ناصر منو كان وياك بالوزن؟ كان معاي صالح التركماني اخوي صالح التركماني كان معانا وايد احنا عددنا كان مو شويه كان في كم بطل من مصر كان معانا اريال الفلبيني لو تعرفه اها عارفه كان وياك بالوزن كان معاي بالوزن اريال كان معاي صالح التركماني صارت بيننا احنا الثلاث يعني اتذكر احنا التوب 3 كانت بيننا انا وصالح التركماني واريال امان ما يحضرون الاسامي الباجي من ربعنا بس ما قلت شنو الاختلاف بين بين المدربين ناصر شنو كان الاختلاف البسيط اللي قلت عنه بالتغذيه او التغذيه فرقت معي شوي يمكن احمد اشكناني لان انا يمكن اذيته كنت ازرق وايد فكان ممكن حرمان الاكل وتعب الاكل شوي كان كنت اتعب مع احمد اشكناني اكثر من ما احمد عسكر شوي كان متساهل معي من ناحيه التغذيه ويمكن ترى ليش انا رحت له جاهز يعني احمد عسكر انا رحت له بعد لندن كنت ماخذ اول يعني انا ما طلعت انه فيش مشكله باحمد اشكناني او ان كان كنت ماخذ اول مع احمد اشكناني ونشافتي كانت من احسن ما يكون يمكن احسن بطوله نزلت فيها كونديشن كانت لندن بس بعد البطوله مراعاه حق كابتن احمد لان انا كنت اشوفه بطل وابي اصير نفسه كلاعب فادري هو شنو قاعد يتعب لان حتى انا كنت اجهز لاعبين وكنت شوي في مجال التدريب داش فيه فكنت اقول احمد ادري شنو قاعد يتعب رحت له ماخذ اول ذهبيتي رايح له قلت له احمد ما ابي اتعبك وياي ايش رايك اروح حق عسكر؟ وبالعكس وايد رحب بالفكره وهو اللي كلمني احمد عسكر وقتها ممتاز. زين بعد البطوله هذه لعبت محترفين ولا وقفت ناصر بعدها؟ لعبت خذيت الكرت الحمد لله بالكويت بعدها شهر 4 كان شهر 11 خذيت الكرت او 10 شهر 4 كان في بطوله لبنان المحترفين 2-1-2 ايه سووا بطوله بلبنان كانت 2-1-2 هني قررت اشارك اول شيء كانت تجربه ابي اوقف مسرح الاحتراف ابي اتعود على مسرح الاحتراف ابي اكسر رهبه الاحتراف لان بعد مسرح الاحتراف شيء جديد علي راح تمر على جديده ليفل جديد وابي انزل مستوى جديد وكانت قريبه لبنان يعني ما كنت راح اطيق درب امريكا مثلا اروح اجرب نفسي فكانت فرصه اني اروح لبنان شيء مكان بطوله قريبه شنو سويت فيها البطوله؟ خذيت الخامس الحمد لله دشيت بالتوب فايف يعني الحمد لله يعني بالفيرست كول اوت كان انجاز وايد راضي فيه منو كانوا المحترفين اللي معاك لاعبين تذكر الاسامي؟ اي شوف كان معانا فهد هزازي بطل خذ الاول وجعفر عزيز الايراني كان موجود جعفر طبعا اللي فاز بنيوزيلندا قبلها فاز بطوله فيجي الاول الثاني الثالث احمد الورداني وكان معنا جلال رابع وانا الخامس كان سجاد نكناب بطل عالم ايراني 4 مرات ممتاز جلال تقصد جلال المصري ولا اي واحد؟ لا جلال مصري اوكي كابتن جلال اوكي جلال هم كان ماخذ الكرت ما صار له وقت يعني اول بطوله انا وجلال كانت اول بطوله لنا ومنير الجساس كان معنا اول بطوله وقاسم ليث احنا الاربعه كنا عرب اول بطوله لنا كان معنا الطالب كلكم بوزن واحد كنتوا بوزن واحد كنتوا 2-1-2 اي احنا بطوله بس كان محترفين بس 2-1-2 كان معنا ابطال ايرانيين وايد منهم قلت لك جعفر عزيزي سجاد نكنام كان 4 مرات بطل عالم ومرتين وفايز عليه كان بطولة العالم مرة ممتاز غلبت سجاد سجاد كان ممتاز. موجود ممتاز سجاد من خامس الطيبة يعني أنا أشوفه ممتاز صراحة غلبته هذا إنجاز بحق ذاته بالضبط كان بعد في لاعب مرتضى اسمه مرتضى عزيزي أو شيء اسمه إيراني بعد يعني منهم هم ترى من الناس اللي تضايقوا بعد البطولة وطنقروا علينا وزعلوا بس ما كانوا مستوى تستاهل انت يعني تستاهل الله عطاك على نيتك ان شاء الله وان شاء الله اللي بعده افضل الحمد لله بعدها ولا وقفت حقك لا بس هذه اخر بطوله شاركتها كنت قاعد اجهز هالسنه يعني بس صارت الازمه هذه ان شاء الله تعدي على خير ان شاء الله لا ان شاء الله يا باذن الله وانت قدها وتستاهل والله ان شاء الله يا الله يوفقك زين ناصر كلمني انت الحين خلال هالخمس سنين او ست سنين انت يعني من 2015 لين او 2014 لين 2018 شنو حصل دعم سبونسر في احد دعمك عطوك سبونسر شنو خذيت انت شوف كابتن طارق 2016 قال لي سبونسر كان عندي سبونسر عن طريق اخوي بدر الحسن شركه بروتين اند فيتامين نمسي عليه بدر الحسن ويانا وايد يحبك عزيز
بدر وايد يحبك، انا ما اعرفه شخصيا امانه، اتشرف فيه، لكن الرجل اشوفه يعني انا مع اي شخص يدعم ابطالنا بالكويت يعني يعطيه العافيه اذا يعني يقدم لك هذه السبونسر، تستاهل انت. واشكرك يا اخوي بدر، ما قصرت يا بدر. كابتن طارق يعني العقد الوحيد اللي حصلته سبونسر الفعلي وكان في منه مردود وكان في منه فائده وساعدني اني انجز كان عن طريق اخوي بدر. كابتن طارق تذاكر سفر مع السكن مع رسوم مشاركه البطوله كانوا يتكفلون فيها، وكان اشتراك النادي ساعدوني فيه، وحتى السابلنت مكملات. انت ناصر قاعد تدفع اشتراك بالنادي بعد؟ لا، هم كان النادي من 2016 اعطوني اكسجين، يعني من بعد ما اخذت مراكز هني صار كان عندي لاعبين، من بعد ما انجزت يعني صار لي اسم يكون بالمجال هني اكسجين اعطوني. قبلها كنا ندفع اشتراك عادي. فبدايته كان عندي عقد مع زين الكابتن بدر الحسن، شنو كان يعطيك يعني سبلمنت ولا يعطيك مثلا فلوس مثلا راتب شهري؟ سبلمنت كابتن طارق وعموله على المبيعات، بحال انت كنت قاعد يعني تبيع، ان هذه الطبيعه كل الشركات عندهم اياها. غير كذي اذا عندك تجهيز طبعا كان يعطيك يتكفل بتذاكر والسكن ورسوم البطوله، وهذا اتوقع ما كان في احد قاعد يعطيه. ما في يستاهل. وانا اطلب من كابتن بدر الحسن الله يخليك، يستاهل، عطى زياده بعد يستاهل. لا والله ما قصر، والله العظيم لا والله ما نتكلم يعني رقم صعب. شهادتي في مجروحه بدر، يعني ما قصر الفتره وكان دعم، كنت مرتاح. اي والله كنت مرتاح. وبدر ترى مع اخواننا وايد كان في وايد سبونسرات، سوى يعني سوى شيء جديد ما كان موجود الدعم هذا عندنا، يعني حتى بعدها. بس هذا الدعم كنت تاخذه، ما في شركات ثانيه احد يعطيك سبونسر؟ بس مطعم يعني خلال 3 سنين طافت الحمد لله سبونسر مطعم موجود عندي، عند اخوي ناصر عطار وعبد الله بخش، رعايه مطعم لوف دايت فود، طبعا مفتوحه طول السنه. خلال الحمد لله صار لي 3 سنين وياهم، يعني مو مقصرين معي نهائيا. غير كذي اكسجين اشتراك النادي مفتوح، بس هذا اللي موجود من اكسجين. وكان سبونسر اكسجين اذا ما فكر يسوي عقد معاك يعني يعطيك راتب يعطيك شيء يدعمك؟ العقد لا ما صار في عقد، صار في اعطوني عقد عشان طريق شركه يونيفرسال اللي هو شركه الانيمال، كان تقريبا سنه العقد وبس خلص العقد، ما صار في تجديد، كان العقد بس سابلمنت. يعني سابلمنت شهري. زين شركه مالت بدر الحسن شنو اسمها؟ بروتين اند فيتامين. مقابل شنو يعني؟ مقابل انك تسوي دعايه فقط ولا مقابل سبونسر؟ اي سبونسر على حسب الدعايه، يعني انت مثلا يلزمك بواسطات اسبوعيه، يلزمك مثلا اذا تصور لازم تكون لابس شعار الشركه او تروح بطولات تكون لابس شعاره. في عقد رسمي ناصر ولا بس بالكلام كذي؟ اي على اساس لازم عقد رسمي، يعني عشان تضمن حقه وتضمن حقك بالنهايه. ممتاز. هو بدر اكثر من اخوانا، بدر عارفه من احنا صغار ربع، بس لازم سالفه ورقه العقد هذه الامور انا اشوف هذه لازم تكون رسميه عشان تضمن حق الطرف اللي قدامي قبل حقك انت. بس زين شنو الخطه الجايه ناصر؟ الخطه الجايه شنو؟ والله لحد الحين يعني لين ما تخلص الازمه ما، لان جدوا بطولات الحين متخصمك، ما ندري شنو في قدامنا، البطولات كل شوي قاعد يجون تواريخها، يعني مثل مستر روبي حطوها شهر 12 وهم مو اكيد تكون شهر 12. فالحين اذا محترف لازم تتاهل تشارك ببطوله اهلك حق مستر اولمبيا، فشنو البطولات قبل اولمبيا للحين ما ادري. فبس يلا ما يحقق كل تاخيره في اخيره، هم انت تضبط المستوى. لا مو مستعيل انا كابتن، والله مو مستعيل، بالعكس الحمد لله دام الصحه موجوده والاستمراريه، نيه الاستمراريه موجوده، يعني كبدايه من طموحي ان شاء الله ان اشارك مع المحترفين، وابي اخذ مركز اول، ابي اتاهل اولمبيا كبدايه. يعني مستقبلا ان شاء الله، الحين تارجيتي قدامي قاعد اشوف مستر اولمبيا، هذا اللي ابي اروح له، مستر اولمبيا 2-1-2 ابي اشارك. لما اشارك ان شاء الله بعد عاد الجاي ان شاء الله اطمح حق اللقب، تطمح حق تتاهل بالتوب 5، توقف يم الابطال هذيل، هذه كبدايه بس، هذا طموحي الحين ان اتاهل مستر اولمبيا. زين بالنسبه للتدريب راح تظل ويا اشكناني ولا عسكر؟ حاليا مع كابتن احمد عسكر. خلاص راح تستمر معاه يعني ولا بترد أي. ولا شنو؟ لان شوف انا من خذيت الكرت عندي المسج مال كابتن احمد اشكناني للحين، طبعا بارك لي وقال لي ناصر وعطاني نصائح، يعني شوف لو مو احمد اشكناني كان انا ما وصل اللي انا واصل له الحين. يعني هذه شهاده انا ما اقدر استغني عنها، لو مو احمد اشكناني انا ما اوصل للمرحله اللي انا واصل. اكيد هذا من طيب اصلك، من طيب اصلك، ما تنكر مدربك. هو اعطاني عصاره خبره تعب سنين ماله، يعني وايد ضاف لي، وايد علمني، وايد وجهني على الطريق الصح حق اللعبه لحد الحين.
قال لي انا الحين انت محترف، انت الحين نفسي راح توقف يمي بيوم من الايام وراح تنافسني ممكن. فانا ارشح لك ان تروح حق شخص متخصص متفرغ حق التدريب بشكل عام، انا ارشح لك انك تروح حق احمد عسكر. زين ناصر، من نشوف مثلا من الشباب الحين ممكن يكون منافس حق ناصر يعني ككويتيين؟ نشوف في خامه ممكن تقول هذا ممكن هذا يكون بعدي او هذا يكون منافس لي؟ قاعد تشوف في احد كذي بالساحه يعني؟ الحين شوف، في عندنا يعني عندنا اللي يحضروني بربعنا، ممكن عندي انا صالح التركماني وايد لاعب قوي، لاعب ما كان محظوظ يعني لاعب نافسني و بس صالح قديم يعني يعتبر قديم لاعب من زمان. اي بس صالح مشكلته يوقف ويرد ويوقف، هذه مشكله صالح. بس ممكن في شخص ثاني تشوفه مستمر باستمراريه ممكن ينافس ناصر او يكون بعد ناصر؟ شخص صغير يعني شخص توه بادي، ما في اللي موجودين كلهم قدم يعني. من عندك ثلاث اشخاص، عادل تميمي، صالح تركماني، وعندك الخشتي. الخشتي خذ كرت، هم ممارسين انت تشوف؟ انا اشوف الوحيد يمكن التميمي اشوفه هو الممارس، الباقي اشوفهم قطاعي يعني كلهم يعني. اي تو يعني اقول لك الحين هم الحين لمستقبل، انا قاعد اتكلم اللي طاف صلوح يعني جت له فتره كان يجهز بطوله ويوقف، جت له فتره ظروف كان يجهز يصير له ظرف، سواء كان عنده يعني بعيد شر حاله وفاه، مره طاح بالمستشفى، واخر بطوله لعبت وياه كان يعني كانت بيني وبين البطوله يعني، هو اللي يفوز بيننا كان هو اللي ياخذ الكرت يعني. اخر بطوله صالح كان افضل لاعب اشوفه موجود هني، والخشتي خذ الكرت، خشتي يعتبر محترف الحين. زين ناصر كلمني على مشاركاتك يوم تسافرون بطوله خارجيه، منو كان الانتيم مالك كله وياك بالغرفه؟ خلود الكاظمي المزعج. الكاظمي ايش معنى خلود الكاظمي؟ شوف عندي خلود الكاظمي وسافرت مع نواف الانصاري بعد، وعندي يوسف الشاوي، بس خلود اغلب بطولاتنا مع بعض. ايش معنى خلود يعني؟ ايش معنى مزعج ترى مودي بالسفر، ها؟ يطبخ زين؟ اهم شيء خالد يطبخ زين ولا ما يطبخ؟ لا كان زين، خلينا احنا نطبخ لك. يلا انت طابخ. والله ما يطبخ، ما يدش ما يمر من المطبخ، وعادي ياخذ وجباتك، عادي انت مجهز وجباتك ياخذها. بس خلود زين، شنو الامور اللي كانت تصير مثلا؟ دقات تصير بعض، تصير شغلات هناك، شغلات يعني انا خلود ما صارت الامور بينكم شغلات كذي؟ لا شوف انا خالد سافرت وياه سبت هذه الشغله، انه ما يصير في بيننا مشاكل يعني، ما يصير في بيننا. لا ما اقصد مشاكل ناصر، اقصد مرات يصير يعني مثل واحد يسوي دقه بالثاني، تصير مغامرات بينكم، تصير امور. لا ما شوف، في شغلات كذي مضحكه صارت قبل البطوله؟ لا ما صارت مره، بل خلود قفل الباب علينا نمنا بالشارع بايطاليا. اي والله ليت البطوله لابد تصير امور، لابد شغلات تصير. هذه صارت، وخلود طبعا ما كان يخليني انام، شوخ روايد، كنت انحاش انام بالصاله، انام اي مكان. شنو سالفه الطياره؟ يكتبون سالفه الطياره، شنو سالفه الطياره؟ على شنو هاي سالفه؟ ما واحد كاتب سالفه الطياره، ما ادري شنو سالفه الطياره، في سالفه بالطياره صارت؟ ما ادري، لا مو اذكر السالفه. اللود ليش تكفل على الريال الباب؟ اللود الله يسلمك. عندي صور والله لاعبين بالشارع والله. شنو دقه مسوي فيكم هو ولا نام؟ لا هو كابتن طارق، شوف المتهيألي ليش ما تصير دقات، ما تصير مواقف، كنا نحن يعني اخر ثلاث ايام يلا نمشي نروح النادي، فما لنا خلق، ما لنا خلق حتى ما قاعد. اخر ايام هذه مشكله، مصيبه هذه. وانت بس ننطر وقت الوجبه، والله ننطر وقت الوجبه، قوم سخن وجبتي اقعد 10 دقائق فيك طاقه بعد الوجبه، بعدين ترد تخنس، فما كان يصير. والنوم بالغصب تنام بعد، ما يجيك النوم يعني، ما تحس فيك عرق، نمت ساعتين ثلاث ساعات انت نايم يعني، غايص بالنوم. فخالد زين ارتاح معاه بالسفر. ناصر كلمني، شنو الاغلاط اللي صارت وياك مثلا؟ حسيت في اغلاط سويتها في احد البطولات تقول هذه مثلا ما راح اسويها مره ثانيه، شنو الاغلاط اللي انت سويتها؟ مثلا باللودينج، شغله خذيتها، امور، شنو حسيت في امور صارت اغلاط وياك؟ شوف كابتن طارق، انا ما صارت في اغلاط يعني، انا كنت انزل بالمستوى اللي انزل فيه، اطلع انا راضي لو شنو ما كانت النتيجه، اهم شيء انزل انا اكون مستانس، وانزل استمتع بهالكم دقيقه اللي انا تجهيزي اشهر، ابي انزل مسرح استمتع بالكم دقيقه، والتوفيق من الله. كل بطوله لها. لا انا وياك ناصر، انت كل بطوله تتعلم، الواحد اللي يفوز اللي اغلى اخطاء، لكن
كل بطوله مثلا تجي البطوله اللي بعدها تقول لا ما ابي اسوي نفس المره اللي طافت، هذه الشغله مثلا ما تمشي معي. شنو الشغلات هذه؟ شوف بس اللي حسيت انه ممكن بمدر، ممكن يكون بتغليل اذكار، ممكن يكون بالفتحه بشيء معين. التزريق الاكل مشكله كانت فيني يعني احمد اشكلان وعسكره ما تشوف ترى ما غلطوا معي يعني الحمد لله. البطولات هذه ما حسيت ولا مره نزلت بغلط من صوتهم. في بطوله انا من نفسي خليت مدر من وراه بدون علم، قلت والله وسواس بنزل ناش وبنزل، الحمد لله وقت ضبط البطوله وضعي يعني ما كان فيني مشكله. خليت مدر نهائيا انا بطولات كنت ناصر احرص. اذا ناصر انت سافرت وايد بطولات، في مثلا مره بطوله رحت متاخر تقول لا انا لازم اسافر قبلها بخمس ايام اسبوع، في بطولات ممكن صادفك الشيء هذا حتى انك تكون مرهق؟ لا يعني مرات الواحد يسافر قبل البطوله بيوم يومين ممكن يكون مرهق، الافضل انه واحد يروح فتره طويله، كل ما يكون كل ما تكون عندك فتره افضل لك انت. في صارت وياك الامور هذه؟ لا هذه الامور كلها كنت احسب حسابها، كنت اسال يعني تمام. كنت وايد حريص بالامور، احجز يعني اكلم فلان وفلان وفلان رايحين البطوله قبل كم يوم اروح قبلها، فاحجز مبكر ارتب اموري هذه كلها مبكر. يعني ما رحت انا دول بعيده وايد، يعني ابعد يمكن بطوله رحت لها لندن او اسبانيا 6 أو 7 ساعات مع فريق، فكنا متجنبين الشيء بشكل عام. اما لما اروح بروحي كنت ما رحت امريكا او رحت اماكن هذه عشان اقدر اجرب هذه الشغله. بدي اروح 4 أو 5 أيام قبل اي بطوله عشان حبسه الماي والامور هذه. زين ناصر شنو النصيحه تعطيها حق اخوانك اللاعبين خاصه يعني الشباب الصغار او الجيل الجاي، شنو النصيحه اللي تعطيهم؟ يعني توجه لهم نصيحه منك حتى انه يتفوقون ويصيرون نفسك. كابتن طارق استمراريه، يعني اللعبه لعبه استمراريه، حافظ على صحتك اول شيء، يعني الفحوصات لازم تكون دوريه، اذا انت لاعب داش مجال البطولات لازم تكون فحوصاتك دوريه كل شهرين شهرين ونص، لازم تشيك على الامور الاساسيه في جسمك مثل ما تعرف كابتن الكبد الكلى، في امور معينه لازم تفحصها تكون بالسيف سايد. هذه شغله. ثاني شغله نيه الاستمراريه، خليك حط عندك نيه استمراريه باللعبه، طالع قدام، لا تقول يعني اغلب الشغلات احنا ربعنا الحين مع احترامي حق الكل، الاحتراف حد الحين ما ضاف لي شيء كابتن طارق، يعني الاحتراف انا بالنسبه لي اللاعب الشاطر هو شلون يستثمر بنفسه حتى لو كان هاوي، مو مساله ان انت محترف يعني ولا يعني يعني هو الالتزام، اذا انت كان عندك كرت او ما عندك كرت انت اهم شيء لازم تكون ملتزم تكون محترف. راح بالضبط انت تعيش عيشة محترف راح تصير محترف بيوم من الايام، لا تستعيل على الشغله هذه. انت خل اي انت عيش عيشة محترف هذه، خل عندك نيه استمراريه. في وايد من ربعنا يدش بطولات انا ابي كرت، يعني لما تقول الحين انت تو مشارك بطوله او عنده كل لاعب بطوله واحده، انا بلعب باخذ كرت بروح اولمبياد. هذه الشغله شيلوها من بالكم، انت عيش نمط حياه صح، التزم، استمر، صدقني راح تجي لك بوقت فرصتك. واللاعب الشاطر زين ناصر انا هم عند بوجه يعني بوجه شغله حق الشباب حق اخواني، وانت راح يعني ان شاء الله انت بتأيدني بهذا الشيء. انا اتمنى حتى الشباب لا تدخلوا نفسكم في المشاكل القيل والغال والكلام وهذا الشيء. انا ما اعرف ناصر بس انا متاكد ناصر من نوعه هو عنده هدف ويحقق هدفه ويسمع كلام المدرب ويسكر اذونه من القيل والغال، علشان انت لا تخسبك نفسك ولا تدش بمشاكل وانت بغنى عنها حتى انت تطلع بمستوى افضل. يعني حتى انا اتمنى الجميع نفس ناصر، ما شاء الله على ناصر يكون ما عنده خلاف مع اي شخص بسبب يعني رافع الدريشه مثل ما يقولون عن الامور الغيل والغال والحكي اللي ما منه فائده، هي هذه سبب المشاكل. واذا البطل يفتح اذونه هي هذه سبب المشاكل، فعلشان انت تستمر وتكون مسيرتك زينه وخر نفسك عن هذه المشاكل والحكي والغيل والغال. وهذا ممتاز، ممكن انت مو كل شيء انت تسمعه تروح تقوله او تتكلم ترى فلان قال وفلان، وهذه احنا قاعد نشوف اغلب المشاكل بسبب الامور هذه. بالاخر اللاعب قاعد يضيع نفسه ويسوي حق نفسه مشاكل مع الناس الثانيه. صح الله يوفقك ناصر. أنا ما عندي شيء ناصر، اذا عندك شيء قول. لا بالعكس انت كلامك هذا الصح، ترى شوف سالفه يعني خل اللاعب يحط قاعده خليه يحط اساس حقه. الحين كنت طارق بعيد الشر، انا طول الوقت والله العظيم في شغله اقولها، انا بيوم من الايام جاي النادي بالطريق، لو منو ما كنت انا لو شنو كان اسمي وشنو كان انجازي لو شنو كانت القابي، بعيد الشر حاشك حادث او صار اي شيء ما يخليك تستمر باللعبه، راح يبقى ترى مو انجازاتك، الناس ما راح تقول هذا كان بطل، كان راح تذكر زين. فوالله العظيم انا ابي بس الناس تذكرني بالزين، هذا كان في دعوه اخلاق الكلمه الطيبه.
ولا انجازات. والله العظيم شوف هذه كلها بتجي لك وكل واحد مكتوب رزقه. انا اسعى، انا عندي طموح، ودي اصير بطل مستر اولمبيا، بس اذا ما صار وان شاء الله، وان شاء الله بتصير ناصر، كلنا معك، تستاهل والله. واذا ما صار انا بس ابي يعني اذا يا اليوم اللي فيه بعتزل ان شاء الله، اذا الله اعطانا الصحه وطوله العمر، ابي الناس تذكرني بالزينه بس قبل لا تكون تقول هذا البطل. الناس كلها تشوف بالخير، اي تقول ناصر قبل لا تقول البطل. اي والله انا عندي اخر 10 دقائق ناصر، عندي اخر 10 دقائق، لان الحين بنتقل لاسئله الجمهور، هم بيسالونك اخر 10 دقائق وانا ما عندي شيء، انا خالص. فانا بعطيهم الاسئله. عاد اعطونا الاسئله يا جماعه عشان اعطيهم حق ناصر. هذا طوف السؤال هذا. حمد مالك شغل، السالفه هذه خلت ولي معسكر قاره. شنو السالفه هذه؟ هذه سالفه خاصه ما اقدر اقولها. اوكي على راحتك، لا تدز ولا سوالف خاصه يا جماعه. كم عمري انا؟ عمري 30 مواليد 90. لا نهائيا ما اثر الحمد لله، يعني انا من بعد 4 سنين تجهيز مستمراريه بطولات الحمد لله تزوجت سنه 2017 شهر 12 2018 الحمد لله رزقني ببنوته صغيره عمرها سنتين كامل صحته وعافيته الحمد لله. نشوف الصدفه ما فهمت. علي الحداد، الحداد ما شاء الله تطولك 3 امتار. شنو افضل شيء؟ تطوير جسم، استمراريه بس ما في شيء ثاني. استمراريتك بالمجال. قصه الونش هذه خلود الكاظمي طلع علي لقب الونش. طلعت بدعايه بنك الخليج كابتن طارق 2016 مال رمضان. دوري بالدعايه اني اشيل شايب يعني ابوي، اشيله وامشي فيه. تعال رحت النادي ثاني يوم الكل قاعد يناديني الونش. يعني تشيل وتمشي انت. اشبه في الهيث، في الهيث اسمر، انا وايد ابيض. الحمد لله سالفه التمارين المنزليه انا وايد مستانس من رده فعل الناس عليها. يعني قاعد مره تمارين منزليه طارق قاعد انزلها يوميا انا من بدايه الحظر. ممتاز، انا وياك 100% نسوي. ممتاز، الله يعطيك العافيه. رده الفعل والفيو الموجود وكلام الناس، يعني رد الفعل هذا اللي مريحني ومخلي اسوي الشيء يعني مستمر فيه لين ما يخلص تخلص الازمه ان شاء الله ونعديها كلنا على خير. لاعب محلي اوصل مستواه، طبعا افضل لاعب عندنا بالكويت احمد اشكناني، اتمنى اني اوقف يمه، يعني الحين كان وصلت لاعب محترف ابي اوقف مع ابو حيدر وبطل كمال عبد السلام واحمد اشكناني، يعني هذين الاثنين انا اشوفهم قدامي التارجت. حبيبي هشوم، هذا هاشم الطاهري لاعبي حبيبي واخوي هذا. ونعم والله ونعم حبيبي. انا قاعد اشوف لان في اسئله ما احب احطها ما لها داعي. يا جماعه اللي عنده سؤال انجازات لاعبين، طبعا هذا احمد الشطي اكثر لاعب عنده انجازات، يعني اكثر لاعب ياخذ ميداليات من لاعبيني. شوف انجازات كاللاعبين اللي عندي انا مسجل عندي لحظه، عندي ذهبيتين وثلاث فضيات وخمس برونزيات وثلاثه مركز رابع وخمسه مركز خامس، هذه انجازات كلاعبين عندي. ممتاز. واحمد الشرقي من اكثر لاعبين، يعني احمد الشرقي يمكن عنده ذهبيه وثلاث فضيات واكثر من ذهبيه بعد، يعني هذه فتره قصيره لاعبين جهاز البطولات الحمد لله الاغلب انجزوا مجال البطولات من لاعبين اخواني طبعا هذول. يعتمد كابتن على جيناتك، على وضع ريلك، على وضع المرحله اللي انت واصلها.
يعني اذا ما تنشف رجلك تكرار عالي والكارديو ممكن هو اللي يساعد على تنشيف الرجل. دائما في اسئله متكرره، يعني انا ما ودي احط السؤال بس لان هذا متكرر، يعني تقدر اذا بتجاوب جاوب، اذا ما تبي كيفك، يعني شيء راجع لك. دشتي ولا عسكر كشنو يعني؟ كمدرب؟ كمدرب اكيد. كمدرب عسكر بالارقام اكيد. يعني انت بتقول لي برشلونه جايب كم بطوله ونادي اي نادي ثاني جايب، يعني اتلتيكو مدريد جايب كم بطوله، اقول لك ارقام تتكلم بالنسبه لي انا. التوست انا اكثر واحد يزبك توست، ازبك توست خالي. قبل البطوله اكل تشيز توست كامل خالي. هذه كانت معاناه احمد اشكالي معي. احب العجين يعني وقت تحب التوست يعني؟ اللاعبين اللي بيخربطون يبي ياكلون اي شيء انا اكل توست خالي والله يا جماعه. حبيبي اتشرف فيكم كلكم والله، شرف السعوديين وكل الخليج. هو قال يا جماعه، هو قال شنو الخطه ان شاء الله بعدين عقب الكورونا باذن الله. لا سؤال حاطينه لك. الجديد ان شاء الله بعد الحظر، بعد الحظر على حسب الجدول راح ينزل. باذن الله. الله يوفقك يا ناصر، تستاهل كل خير. حبيبي كابتن طارق، اليوم كنت ضيف يعني ما شاء الله استفدنا وتعلمنا منك وايد، وانا اتعلم واستفيد منك صراحه، تستاهل. بالعكس احنا نستفيد ونتعلم منك كابتن طارق. وطبعا بس عندي شغله واحده، اتمنى يعني اتمنى ربعنا بشكل عام، مو بس الصغار، مو بس لاعب المبتدئين، تتجنبون الخلافات ويكونون اكبر من اللي قاعد يصير. يعني في ناس قاعد طالعهم وايد قاعد يستفزون، وايد قاعد يتمادون مع بعض في الطار، هذا شيء ترى قاعد يعكس صوره سلبيه عنا احنا كلاعبين بالمجال او مدربين او اي كان، انتم لاعبين قدم مدربين. اللي قاعد يصير حزازيات اللي قاعد تصير ما له داعي، انتم يعني قاعد تكلمون الاغلب اللي قاعد يتابعونكم واللي قاعد يطالعونكم يمكن مو عارفين شنو قاعد يصير. يعني لا تصير محسوبيات، لا تصير بالنهايه انتم قاعد تمثلون الكويت، بالنهايه احنا نبي نشارك، نبي ننجز عشان اسم الكويت. فانت فلان تطق مدرب الكويت رفيجك تتكلم عنه، انا هذا الشيء ترى وايد مضايقني. بالعكس قاعد يعني ابيكم تتجنبون هذا الشيء. يعني بس هذه رسالتي ان شاء الله. واخروا عن الاجراءات. ناصر انا كل يوم اللي قاعد يصير هذا اللي قاعد يصير. ناصر انا كل يوم فاتح البيت عشان نحل المشاكل، وان شاء الله الامور طيبه، ولا بد نشوف اراء ونشوف هذا عنده وجهه نظر، لكن كل شيء ان شاء الله باذن الله راح يصفى باذن الله. ان شاء كل الله كل شيء راح يكون زين باذن الله الايام اللي جايه. ان شاء الله يا رب. باذن الله. حبيبي يعطيك العافيه يا ناصر. حبيبي وتشرفت فيك يا كابتن طارق. حبيبي والله يعطيكم العافيه. حبيبي وانا اكثر. حبيبي كابتن. حبيبي. ما اسفكم، اشوفكم على خير ان شاء الله. يلا مع السلامه. مع السلامه. طبعا انا اشكر البطل ناصر واتمنى لك الخير ان شاء الله والازدهار في البطولات القادمه. ناصر يستاهل، صاحب اخلاق عاليه امانه، يعني ناصر من الناس المتميزين، وان شاء الله يعني يعني نتمنى لجميع اللاعبين في هذا الخلق العالي، وهذا الشيء هو رقم واحد بالرياضه، احنا هذا اللي بنوصل له، هذا رقم واحد، وهذا الشيء ان شاء الله راح يوفقه في الايام القادمه. يا جماعه طبعا هذه الحلقه راح اسيبها موجوده عندي في الصفحه، راح اخليها البطل ناصر السيد. اعطوني 10 دقائق ان شاء الله راح ارد، لان في اتصالات جتني، وان شاء الله راح نسمع مداخلاتكم. اي واحد يبي يدش حياه الله ويتفضل، وقلبنا مثل ما يقولون قلبنا وسع حق الجميع، يعني اي واحد عنده شيء عنده وجهه نظر يتفضل. مع السلامه.